وحياة هدول إذا بدي حط كل الذهبات اللي مخبيهم مشان وصلكم انتو الجوز ما حأتردد. شو علي يا كداس؟ شو علي يا حامد؟ شوية وقت وبيستوي المشموش. تعال شو كداس؟ شو؟ لو فينا نبيع بستان أبو الرجاء. شلون بدنا نبيعه؟ ما بعرف، هي شغلتك تفكر بطريقة نبيعه نتأزم حق. انت وقت كنت عم تدور بغراضه ببيته لأبو الرجاء ما شفت الحجة تبع البستان؟ لا ما انتبهت لها، لأنه كنت ملتهي بالذهبات اللي سرقون من الناس وسرقون منا. معناها لازم نعمل فوتة تانية على بيت أبو الرجاء وندور على الحجة تبع البستان، ولقيناها منبيعه بليلة ما فيها ضوء قمر. شفته سويت لكم بريق شاي على كيف كيوفكم. شو علي؟ هلا مندوق ان عجبنا بنقول لك يسلم ايديك، وان ما عجبنا شو بنقول له؟ ريتو كسرك عظمي عظمي. ايه لا سيد راسي رح يعجبكم. هلا بنشوف. لما مينو ها؟ سلام قولنا من رب الرحيمين. عم يتابع الوقت. لك شو بك انت يا ده فيصل؟ عرفته من دقته الستاتيه. قوم افتح له. شو فيصل؟ بدي مو فيصل. لك فيصل من دقته بعرفه انا. قوم. ومينو هذا فيصل؟ هلا بعرفك عليه وبعرفه عليك. ايه يعني هو من جماعتنا؟ لك لك يبعت لك جله شو بتلت، يبعت لك جله شو كتير غلبه. فوت فوت فيصل، فوت حبيبي فوت. السلام عليكم. اهلين اهلين سيد فيصل. تعال هارون تعال بمشقيتي تعال. كيفك عمي كداس؟ اهلين على القياس. منو هاد؟ شو بنا فيصل؟ هذا هارون اللي كنت احكي لك عنه من زمان. سي انت هارون؟ ايه تاج راسي انا هارون، بشحمه ولحمه. شي بيهوي منك يا تاج راسي. شو عم تقولوا؟ لا مثل ما سمعت. لك لك لا تاخذ على حكي ولا هذا الزلمه، هذا علاته شغل بوايكيه جوزتين بخرج يا زلمه. ايه ما عجبني هالهارون بنوب نوب بنوب. بس انت عجبتني. شو اخبار الحاره فيصل؟ احكي ولا ما احكي؟ احكي احكي وخذ راحتك، هذا هارون منا وفينا ما في عليه ستر مغطى. ولك اهلين هارون. اهلين فيصل. هيك رح احكي واخذ راحتي. مثل ما عم اقول لك احكي. قبل ما تكمل بس هيك مشان تسرد على هيك مات.